بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذا المجلس الأسبوعي، مجلس الخميس الثقافي الذي يعقد في ديوان هيئة علماء المسلمين في عمان، والذي نستضيف فيه في هذه الأمسية المباركة الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والذي ستكون محاضرته بعنوان قراءة في كتاب شيخ الإسلام سلطان الجبوري من تأليف الدكتور عماد عبد السلام رؤوف. والآن نفسح المجال الدكتور مثنى فليتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في ديوان الهيئة في مجلس الخميس الثقافي. وقد اخترنا لكم اليوم موضوعا تاريخيا وعلميا وثقافيا، فضلا عن جوانب أخرى يمكن أن تستشف من سيرة علم من أعلام العراق في العصر الحديث. واختيارنا لهذا العنوان وهو قراءة في كتاب شيخ الإسلام سلطان بن ناصر الجبوري للدكتور عماد عبد السلام رؤوف ينبع من أهمية هذا الموضوع أولا، ومن الأهداف التي نسعى إليها دائما في ترسيخ الجوانب الثقافية الحديثة والمعاصرة، والتي تكاد تغيب عن كثير من الأذهان لأسباب كثيرة، من أبرزها للأسف هو عدم العناية بالتاريخ الحديث والمعاصر للعراق فيما يتعلق بسير العلماء بالطريقة المناسبة التي تبرز جهود هؤلاء العلماء أو تكشف عن علماء مغمورين كالشيخ سلطان الجبوري. والهدف أيضا من هذه المحاضرات والندوات والمؤتمرات والكتابات هو تغليب اتجاه عودة الذاكرة إلى تاريخها، وأقصد هنا الذاكرة العراقية، إلى تاريخها الحديث والمعاصر، واكتشاف الجوانب الإيجابية فيه للبناء عليها، واكتشاف الجوانب السلبية للابتعاد عنها أو للاتعاظ بها. وعندما نقرأ سير علماء العراق ونقرأ سير سياسي العراق ومؤرخي العراق ومثقفي العراق، نكتشف أن هناك شبها كبيرا جدا بين كثير من مراحل التاريخ التي مروا بها والمرحلة التي نمر بها الآن. ومحاضرتنا لهذا اليوم ستكشف عن جانب من هذا الشبه. الشيخ سلطان بن ناصر الجبوري ألف عنه الدكتور عماد عبد السلام رؤوف هذا الكتاب أو الكتيب في الطبعة الأولى، وإن شاء الله قريبا سيرى هذا الكتاب الطبعة الثانية مع زيادات وعد بها الدكتور عماد عبد السلام رؤوف على النص الموجود. الشيخ سلطان بن ناصر الجبوري جاء في مرحلة مهمة من تاريخ العراق، وهي مرحلة الضعف للأسف السياسي والأمني والاجتماعي والثقافي بعد سقوط الخلافة العباسية في عام 656 للهجرة، 1258 للميلاد، أي في القرن الثالث عشر الميلادي. توالت على العراق كما تعرفون في ذلك الوقت دول وإمارات وقبائل عديدة، جعلت العراق في فوضى لا ناظم لها. في تلك المرحلة تأثرت كل جوانب الحياة السياسية ابتداء، ثم الجوانب الأخرى الأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. يقول الدكتور عماد عبد السلام رؤوف في مقدمته للكتاب عن هذه المرحلة التي نتحدث عنها: مر العراق في القرون التي عقبت سقوط الخلافة العباسية بانهيار سياسي وأمني شامل، تمثل في فقدان الاستقرار الاجتماعي وغلبة الفوضى الداخلية واصطراع الدول المحتلة على مقدرات العراق والعراقيين. نفس الحالة الموجودة الآن، فقدان استقرار على كل المستويات، غلبة فوضى داخلية، اصطراع الدول والمشاريع الدولية والإقليمية على العراق. كل هذا بسبب ماذا؟ الانهيار السياسي والأمني الشامل. الانهيار السياسي والأمني الشامل بعد احتلال العراق في عام 2003، ثم الانهيار السياسي والأمني الذي يعيشه العراق الآن
في فصول الفشل المتكررة للنظام السياسي والعملية السياسية في العراق. فإذا عاش الشيخ سلطان الجبوري في مرحلة تشبه في كثير من جوانبها المرحلة التي نعيشها. يضيف الدكتور عماد في مقدمة كتابه يقول: وقد رافق هذا الانهيار ونتج عنه تداعي كبير في الحياة الثقافية والعلمية. طبعا هي كلمة فيها نوع من التخفيف شوية، الدكتور يبدو ما أراد أن يحبط القارئ، وإلا هو انهيار في الحياة الثقافية والعلمية والفكرية. يقول: فقضي على كثير من ركائز الثقافة في البلاد من المدارس والمساجد والربط ودور القرآن والحديث، وتبدد جانب كبير من أوقافها. وهذا أيضا يظهر أين اختفت كثير من أوقاف المسلمين في العراق، فلم تعد قادرة على الاستمرار في أداء وظائفها، وقل من تخرج من أهل العلم فيها، وهاجر كثير من العلماء والمثقفين مواطنهم إلى بلاد الشام ومصر والحجاز، فخلت منهم البلاد. وهذه صورة مشابهة لما جرى ويجري في العراق. وكان المؤرخون على قلتهم في هذا العصر، وكأن المؤرخين على قلتهم في هذا العصر قد انشغلوا هم أيضا كما يقول الدكتور عماد بتدوين وقائع الدول المتعاقبة وحروبها وسياساتها، فأهملوا بذلك تسجيل معالم الحياة الثقافية والفكرية، حتى بات التعرف على رجال العلم من مدرسين ومؤلفين مهمة يكتنفها كثير من الصحوة. فعلا إلى الآن عندما تقرأ التاريخ الحديث والمعاصر تجد يتكلمون عن الدول المغولية في العراق، ثم دولة الخروف الأبيض والخروف الأسود، ثم الحكم العثماني المباشر، ثم حكم المماليك، ثم عودة الحكم العثماني المباشر، ثم الاحتلال البريطاني. هكذا تاريخ سياسي، الجوانب الثقافية تكاد غير موجودة إلا ما ظهر بعد ذلك في كتابات هنا وهناك، ثم تكللت بجهود عباس العزاوي رحمه الله. وقد أدت هذه النكبات المتواصلة كما يقول الدكتور عماد وحالة الاضطراب العام التي طبعت الحياة العامة بطابعها إلى انقطاع الصلة بين الحياة الثقافية في العراق في هذه العصور وما سبقها من عهود سالفة، فعزت مصادر العلم أي قلت، وندر العلماء بل إنهم عدموا في اختصاصات معينة، وتبددت الكتب والمكتبات إما إتلافا أو إهمالا أو نقلا إلى مراكز الثقافة في خارج البلاد، حتى صارت إجازات العلماء في هذه العهود تخلو من أسماء العلماء العراقيين، وصرت تجد أسانيد الرواية لكتب العلم المختلفة تعتمد على علماء من أقطار إسلامية أخرى من الشام أو مصر أو الحجاز أو غيرها من البلاد. هذه كانت الحالة الثقافية بهذه الصورة المأساوية في العراق. في القرن الحادي عشر للهجرة، السابع عشر الميلادي، يقول الدكتور عماد: بدأت الحياة الثقافية تستأنف ولو ببطء شديد مسيرتها السابقة، مستفيدة من حالة الأمن النسبي بعد قرون من الفوضى. ما هي حالة الأمن النسبي في تلك المرحلة في القرن السابع عشر الميلادي أي 1600 فصاعدا؟ هي سيطرة العثمانيين على العراق، على بلاد المشرق، وفتح بغداد في عام 1541 ميلادي. بعد حوالي ستة عقود دخل القرن السادس عشر الميلادي، فكان هناك نوع من الأمن النسبي. لماذا؟ لأن هناك دولة مركزية تحكم ثلاث ولايات: الموصل، بغداد، البصرة، وتعود إلى مقر الخلافة في إسطنبول. إذن هناك كيان واحد، دولة واحدة كبيرة تحكم العراق، بخلاف الحالة التي كانت سابقا حكم شكلي لإمارة معينة، قبيلة معينة، دولة معينة، ولكن في الداخل إمارات وقبائل وممالك وسلاطين وعشائر، كل ينسج، يعني دولة طوائف بعبارة مختصرة. يقول: في هذه المرحلة ظهر جيل من العلماء الذين حاول وصل من قطع من أسباب العلم، وسعوا إلى توفير مصادره الأخرى ليلتقوا بعلمائها وينهلوا من خزائن كتبها، على الرغم من ضعف الحالة في العراق. في تلك المرحلة برز كما يقول عالم فذ عظيم الاطلاع واسع المعرفة، هو الشيخ جمال الدين أبو المواهب سلطان بن ناصر بن أحمد الجبوري الشافعي. ولاحظوا عندما نسترجع التاريخ
عندما أول الأسماء التي تبدر إلى الذهن من علماء العراق الكبار، أقدم علماء العراق في العصر الحديث، عندما تذكر الأسماء نتذكر عائلة السويدي، عبد الله السويدي وهو تلميذ الشيخ سلطان، والشيخ عبد الله الربتكي في الموصل، أشهر علماء تلك المرحلة. عندما نبحث عن غيرهم لا نكاد نجد إلا أسماء مغمورة هنا وهناك. في هذه المرحلة برز الشيخ سلطان الجبوري. فإذا قلة الأسماء دليل على ضعف الحالة العلمية بسبب الظروف كما ذكرنا السياسية والأمنية. سيرته: ولد في الخابور من نواحي بلاد الجزيرة الفراتية، والجزيرة الفراتية كما تعرفون هي منطقة الجزيرة اللي نطلق عليها الآن، سواء كانت الجزيرة العراقية أو السورية، وهي المنطقة المحصورة بين دجلة غربا والفرات شرقا، واللي تضم مدن كبيرة جدا، وكانت تعرف في بعض التراتيب الإدارية المتأخرة بولاية الموصل، وفي مرحلة ما بولاية ديار بكر وما إلى ذلك، لكنها عموما الاسم الشائع هو الجزيرة، وتسمى بالجزيرة الفراتية نسبة إلى أن أكثر هذه الأراضي تميل إلى جانب الفرات سواء كانت في العراق أو في سوريا. المهم ولد هناك في بلدة الخابور، وبلدة الخابور هي بلدة صغيرة في محافظة دير الزور الآن في سوريا، قريبة من منطقة الميادين التي يصب فيها هذا النهر، نهر الخابور في نهر الفرات. ونهر الخابور أساسا ينبع من جنوب تركيا قريبا من مدينة رأس عين أو رأس العين المشهورة الآن في الإعلام وتدور حول المعارك الآن، وينسب لها علماء كبار منهم الرسعني المفسر المشهور. يمتد هذا النهر 320 كيلومتر ثم يصب أخيرا في الفرات في هذه المنطقة، في منطقة قريبة أيضا من منطقة أخرى تسمى قرقيسية أو قرقيسيا بالهمز، التي هي الآن بلدة البصيرة السورية، واسم قرقيسية في التاريخ الإسلامي مأخوذ من اسم الروماني القديم لها وهو قرقيسيوم أي الحصن الدائري. فهذا الخابور غير الخابور الثاني، خابور دجلة، هذا خابور الفرات. خابور دجلة كما تعرفون أيضا ينبع من جنوب تركيا ويلتقي بدجلة شمال مدينة دهوك أو ولاية الموصل في التقسيمات القديمة، ويكون أول رافد لنهر دجلة في الأراضي العراقية. فنحن الآن نتكلم عن خابور الفرات. ولد في الخابور من نواحي بلاد الجزيرة الفراتية نحو سنة 1661 للميلاد، حيث كانت قبيلته الجبور تنزل هناك منذ مدة، وقد صرح هو بنسبه، كتب في بعض كتبه بنسبه صريحا، فقال إنه سلطان بن ناصر بن أحمد بن علي بن مرهج ابن إبراهيم ابن جبر ابن حسين ابن نجاة ابن عامر ابن بشر ابن جبارة ابن جبر. ولم تمدنا المصادر كما يقول الدكتور عماد بشيء عن أسرته، إلا أننا نعلم أن له أخا اسمه محمد صار جدا لذرية نبغ منها فيما بعد علماء وأدباء وخطاطون، وكانت أسر من هذه القبيلة قد أخذت بالنزوح إلى الموصل وإلى بغداد في أواخر القرن الحادي عشر للهجرة السابع عشر للميلاد، فانتقل هو مع والديه إلى بغداد، وفي الغالب فإنهم نزلوا في الكرخ وتحديدا في محلة التكارتة التي سميت نسبت إلى التكارتة الذين سبقوا الجبور وغير الجبور في النزول إلى بغداد، فكانوا أول من نزل في هذه المحلة فنسبت لهم. المهم الجبور أيضا سكنوا معهم، وحاله في ذلك حال كثير ممن كان يفد إلى بغداد من أبناء المدن والقبائل العربية بين الفرات ودجلة ولا سيما في الشمال منها، وهذه الحالة الطبيعية جدا عندما تستقر البلاد وتهدأ وتأمن الطرق، تؤمن الطرق، تبدأ بعض القبائل بعض العشائر بعض البيوتات بالنزوح إلى المدن الكبرى في الموصل في بغداد إلى بغداد العواصم، وتستقر فيها وتنسب المناطق التي تقيم فيها وتسكن فيها تنسب إليها، وحالة الحركة هذه دائمة، وقد تكون أحيانا عكسية لما تضطرب الأحوال وتحدث الفيضانات في بغداد تهاجر هذه القبائل. دراسته على وفق العادة في ذلك الوقت، كان كثير من أبناء الأرياف النابهين وأبناء المدن ينتمون إلى المدارس العلمية والدينية الموجودة في ذلك الوقت استغلالا للأوقاف الكبيرة التي كانت تدر على هذه الأوقاف، ولا سيما ممن كان له اهتمام بهذا الجانب، وإلا كثير من الناس في ذلك الوقت كما قلنا بسبب الأوضاع السياسية ولم يكونوا منصرفين عن تلقي
العلم، لكنه كان الباب الوحيد للعلوم في ذلك الوقت. يقول: فانتظم في بعض مدارس بغداد وأخذ العلوم على علمائها، وبرع في علوم كثيرة، منها علوم القرآن والحديث والمصطلح والفقه والعقائد واللغة والنحو والوضع والحساب والفلك، فضلا عن الشعر. واختص بعلم القراءات، فأخذه على يد العلامة الشيخ عمر بن حسين الجبوري. إذن هو أيضا أحد شيوخه من قبيلة الجبور، المتوفى سنة 1689 ميلادية. ومن غير المحدد معرفة أين تتلمذ عليه، هل تتلمذ عليه في منطقة الجزيرة الفراتية أم كان في بغداد، التاريخ لا يخبرنا عن ذلك. وأخذ أيضا على يد الشيخ، هذا في بغداد، عبد القادر بن يحيى البصري الشامي الحجازي النجدي، وحصل منه على إجازة في القراءات تاريخها سنة 1677. لاحظوا إخواني، عالم في بغداد يلقب بالبصري نسبة للبصرة مدينته الأولى، ثم الشامي أي رحل إلى الشام واستقر فيها مدة، ثم الحجازي، ثم النجدي. وهذه كانت حال علماء الأمة في ذلك الوقت عندما لم تكن هناك حدود، كانوا ينتقلون حيث تكون العلوم وحيث يكون المشايخ، وتنتهي بهم الحياة أحيانا في أثناء سفر أو حج أو عمرة، أو هو يختار بلدة أخرى فيقطن فيها وينسب إليها كما سنعرف من سيرة الشيخ سلطان. بعد أن أكمل علومه في بغداد رأى أنه لا بد له من إكمال رحلة، من إنشاء رحلة علمية لإكمال تحصيله العلمي، وكأنه لم يقتنع بما حصل عليه من العلوم في بغداد، فرحل في رحلة طويلة دامت سنوات، وعمره في ذلك الوقت كان 28 سنة. فسافر، أول ما سافر إلى بلاد الشام، واستقر في بلاد الشام مدة، وأخذ عن عدد من علمائها، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر مباشرة وأخذ عن عدد من علمائها، من أبرزهم الشيخ محمد بن قاسم البقري الأزهري، المتوفى سنة 1696 للميلاد، شيخ القراء بالجامع الأزهر، فأخذ عنه علم القراءات، وألف وهو في مصر رسالة في هذا العلم بعنوانها العقود المجوهرة واللآلئ المبتكرة، شرح فيها رسالة شيخه البقري المسمات القواعد المقررة في قواعد القراء السبعة بإشراف شيخه ومراجعته. بعد ذلك انتقل من مصر إلى الحجاز فحج، وبقي مدة في المدينة، وأخذ عن علماء المدينة، ومن أشهر هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن عبد الهادي السندي نزيل المدينة المنورة، ثم حضر عدة مجالس له في الحرم النبوي الشريف، وقرأ عليه جزءا من حاشيته على تفسير البيضاوي، فأخذ عنه الحديث إذن والتفسير. وأخذ العلم أيضا عن الشيخ إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الجوراني الشهرزوري ثم المدني الشافعي نزيل المدينة، وهي العائلة العلمية العراقية الكردية المشهورة التي استوطنت الحجاز وما زال عقبهم الأكبر هناك، متوفى سنة 1689 للهجرة. ثم ترك الحجاز وعاد إلى العراق عن طريق دمشق، فأقام في دمشق عدة أشهر قضاها في الدرس على أيدي كبار علمائها وفي نسخ مؤلفاتهم، كان بارعا في النسخ والخط وكان ينسخ بنفسه، ومن ذلك أنه التقى بالعلامة الشيخ المعروف عبد الغني النابلسي وأخذ عنه، ثم أخذ على يد عالمها مفتيها مفتي دمشق الشيخ محمد بن الشيخ عبد الباقي البعلبكي الدمشقي، وحصل منه على الإجازة العلمية في القراءات السبع والعشر. ثم زار القدس والتقى بعلمائها، ترك دمشق وذهب إلى القدس، ومن أبرز علمائها الشيخ أبو الوفا بن عبد الصمد العلمي، فقرأ عليه جزءا من كتاب إحياء علوم الدين، وأخذ الحديث الشريف عن الشيخ علي بن حبيب بن محمد بن نور الدين بن أبي اللطف، فقد حضر دروسه في شرح صحيح البخاري في باب المسجد الأقصى في عدة مجالس. فلاحظوا أنه يركز على القراءات والتفسير والحديث، وهما أحوج ما كان إليهما الناس في ذلك الزمان ولا سيما في العراق. ثم عاد بعد ذلك، بعد هذه الرحلة العلمية التي ذهب فيها إلى الشام وإلى مصر وإلى الحجاز، عاد إلى بغداد، ووصل إلى بغداد ونزل في المدرسة المرجانية
وهي أكبر مدارس بغداد كما هو معروف ومشهور. والمناسبة المدرسة المرجانية بنيت رغم الاضطراب السياسي والأمن اللي تحدثنا عنه، بنيت سنة 1356 للميلاد، يعني القرن الثالث عشر الميلادي الثامن الهجري، على يد أمين الدين مرجان حاكم بغداد من قبل الدولة الجلائرية في ذلك الوقت، ووقف عليها أوقافا كثيرة وكبيرة في بغداد وفي ديالى وفي عموم العراق، بل حتى في بلاد أخرى. وللأسف نقض الجانب الأكبر من هذه المدرسة وأدخل في شارع الرشيد عند توسعته، وما زال الجانب الآخر قائما جزء ويسمى جامع مرجان المشهور المعروف، الذي كانت فيه الأسرة الآلوسية، الشيخ محمود شكري الآلوسي ثم الشيخ محمد فؤاد الآلوسي رحمه الله، كان مقرا لهذه العائلة ولعلمائها وطلبتها. انتقل بعد ذلك للإقامة في المدرسة الإسماعيلية القريبة منها الواقع على ساحل دجلة جنوب المدرسة المستنصرية، ملحقة بجامع الصاغة أو الجامع المعروف المشهور الآن جامع الخفافين. يقول: وشاء القدر في سنة 1117 هجري 1705 أن يتعرض إلى حادث كاد يودي بحياته، فقد عمت في تلك السنة في شعبان تحديدا بغداد موجة برد قارس، صاحبها سقوط البرد وانجماد الماء مما أتلف الزروع وأودى بحياة الكثير من الشيوخ والعجائز، وشاركت الريح العاتية في تلك النازلة، فكان أن سقطت مئذنة جامع المرادية المعروف الذي أنشأه والي بغداد مراد باشا سنة 1570، وصادف كما يقول الدكتور عماد عبد السلام رؤوف أن كان الشيخ سلطان جالسا تحتها يطالع في بعض الكتب، إلا أن رحمة الله أنقذته من الموت تحت أجزائها المتساقطة، وجلس مدة أيضا في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، وتولى الإقراء في الجامع وتدريس علم القراءات فضلا عن تدريس العلوم الأخرى، ولكنه لم يستمر طويلا في مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وانتقل كما قلنا إلى المدرسة الإسماعيلية. من أبرز معالم علم وثقافة الشيخ ناصر سلطان كما يقول الدكتور عماد هو أنه وجد في مرحلة قل فيها العلماء بل ندروا في العراق، فكان هو مجدد العلوم في العراق والواسطة التي سمحت للعراقيين باستعادة بعض مجدهم السابق في بغداد، فكان كأنه المجدد لهذه العلوم والمجدد للعلوم العراقية في تلك المرحلة بعد انقطاع. والدليل على ذلك أن غالب إجازات العراقيين الشرعية والعلمية تمر بمرحلتين، المرحلة المتأخرة المشهورة يعرفها طلاب العلم هي مرحلة عائلة الحيادرة، فكل أغلب إجازات العراقيين تنتهي بالشيخ صبغة الله الحيدري، قبل ذلك أغلب إجازات العراقيين تنتهي بالشيخ سلطان الجبوري، وسنرى نموذجا من ذلك. هذا دليل على أن العلوم قد انتشرت مرة ثانية من لدن الشيخ سلطان، لأن الإجازات قد انتشرت منه، وهذه الإجازات من أين أتى بها هو؟ أتى بها من علماء الذين درس على أيديهم في الخارج، فجاء فبث هذه العلوم، فنشأت طبقة علمية جديدة من طلبة العلم ترجع جميعا في الفضل في علمها، إلا النادر كالشيخ عبد الله الربتكي له إجازاته الخاصة ترجع للشيخ سلطان بن ناصر الجبوري في بغداد. اهتم الشيخ أو عني الشيخ سلطان بعلم القراءات، فصار أستاذ العصر كما يقول الدكتور عماد في هذا الفن في هذا العلم في العراق وفي المنطقة، وانتهت إليه إجازات العراقيين في القراءات، وبرع في النحو حتى وصفه الشيخ عبد الله السويدي الذي درس على يده أيضا بسيبويه زمانه، وقد ألف الشيخ سلطان رسالة في هذا العلم سماها قواعد الإعراب، ووصفه العلامة السويدي بوصف دقيق فقال: وخاتمة المحققين وسلطان المدققين، الجامع بين المعقول والمنقول، ومخرج الفروع والأصول، البارع في الفنون العربية، المقصود في حل الغوامض الأدبية، سيدي جمال الملة والدين، الشيخ سلطان بن ناصر الخابوري الجبوري الشافعي رحمه الله رحمة تدفقت حياضها وتأنقت رياضها. لاحظوا، استخدم خاتمة المحققين وسلطان المدققين على اسمه، وهذا الشيخ عبد الله السويدي من كبار علماء العراق وبغداد يصف الشيخ سلطان بهذا الوصف.
وعده السيد محمد سعيد الراوي من الأجلة العلماء والجهابذة الفضلاء، فيما وصفه آخرون بأنه شيخ المقرئين في العراق. رحلته الثانية، رحل رحلة علمية ثانية، هذه المرة ليست خارج العراق وإنما في العراق، وكانت رحلته هذه المرة إلى الموصل، فارتحل إلى الموصل ونزل في بعض مدارسها، وأخذ الطلبة يفدون إليه هناك آخذين من علمه الغزير وفوائده الجمة. فممن قصده هناك الشيخ عبد الله السويدي، لحق به هناك. كان الشيخ عبد الله السويدي في رحلة علمية للموصل دامت 13 شهرا. هذه المعلومة تعطينا أن هناك رحلات داخلية طويلة لبعض علماء العراق لأخذ العلوم والإجازات عن المشايخ الكبار، والوقت نفسه لبث العلوم ونشرها إحساسا منهم بضعف الحالة العلمية. فإذا كانت الموصل قبلة العلماء أو قبلة علماء بغداد، فرحل إليها السويدي 13 شهرا، ثم رحل إليه الشيخ سلطان عدة أشهر. يقول السويدي: درست على الشيخ سلطان بعض الدروس، ومنها تفسير البيضاوي مع حواشي عصام، وقرأت عليه مصطلح الحديث. فقال: قرأت مصطلح الحديث ومن شرح النخبة، أو النخبة كما تعرفون لابن حجر العسقلاني، وبعض شرح ألفية المصطلح للشيخ زكريا الأنصاري بقراءة الشيخ سليمان بن الشيخ أحمد الواعظ بن تاج العارفين على شيخنا السلطان رحمه الله. لاحظ الصورة، الشيخ عبد الله السويدي يدرس الحديث في القرن 17 الميلادي على يد من؟ على يد الشيخ سلطان الجبوري، والشيخ سلطان من علماء بغداد، وعبد الله السويدي من علماء بغداد وفي الأصل من علماء الدور في صلاح الدين، يلتقون في الموصل ويحضرون درس حديث، ويقرأ عليهم أحد طلبة العلم الآخرين أو أحد العلماء الآخرين. إذن كان هناك حلقة حديث، إذن كانت حلقات الحديث معروفة في ذلك الزمان. نعم، لم تكن بالسعة التي نتمناها، ولكنها كانت معلومة. والقراءة من أين؟ من كتابين من أبرز كتب المصطلح، شرح النخبة وشرح ألفية المصطلح للشيخ زكريا الأنصاري. وكشف السويدي أن الشيخ الجبوري لم يكن عالما بالعلوم النحوية واللغوية فقط، وإنما درس على يده أيضا الحساب، ودرس غيره المنطق. وهذه كانت يعني ثقافة علماء تلك المرحلة، وهي الموسوعية، العلوم الشرعية والعلوم الأخرى التي تمس إليها الحاجة في الحياة، علم الحساب، علم الهيئة، علم الفلك وما إلى ذلك، علم الطب والتشريح. أما المنطق والفلسفة فهذه من قبيل تحصيل الحاصل. ومن تتلمذ عليه أيضا في الموصل، وهذه نقطة مهمة، الشيخ عبد الغفور بن الشيخ عبد الله الربتكي المدرس، فقد أخذ عنه علوم الدين ووصفه بقوله شيخ الإسلام، وأجازه الجبوري إجازة عامة في 28 محرم 1119 للهجرة. الشيخ عبد الغفور الربتكي هو ابن الشيخ عبد الله الربتكي، مجدد العلوم في الموصل. وربتكي قرية في منطقة الشيخان المعروفة، رحل إلى الموصل بناء على طلب أحد ولاته الجليلين، أو بناء على أنه رغب في أن يذهب إلى الموصل للاستزادة في العلوم. المهم ذهب على حين فراغ من العلم والعلماء في الموصل، فأعاد تجديد العلوم في الموصل. ابنه الشيخ عبد الغفور الربتكي أخذ من الشيخ سلطان، وكان الشيخ عبد الله في ذلك الوقت حيا، هو أكبر من الشيخ سلطان، ولكن لم تذكر كتب التاريخ أنهم التقيا، ولا بد أنهم التقيا، لأنه إذا ابنه درس عنده وهو من كبار كبير علماء الموصل، وهذا كبير علماء بغداد ويزور الموصل عدة أشهر، كيف لا يلتقي به؟ ولكن للأسف صفحات مجهولة من تاريخنا. المهم، لكن الشيخ سلطان لم يأخذ من الشيخ عبد الله الربتكي، لأنه كان في مكانه في ذلك الوقت هو يعطي الإجازات والعلوم. قد يكون جلسا معا، تدارسا معا، تذكرا معا، لكن عبد الغفور الربتكي ابن عبد الله الربتكي أخذ من الشيخ سلطان. وسنكتشف بعد ذلك أن الشيخ عبد الغفور الربتكي والشيخ سعد الله بن أحمد المعروف بسعد الدين وبالبصير وشيخ القراء في الموصل، قد أخذ أيضا عن الشيخ سلطان، وعبد الله السويدي أخذ عن الشيخ سلطان في الموصل. فإذا الشيخ سلطان بعد أن قعد العلوم في بغداد ذهب إلى الموصل، فأخذ منه السويدي والبصير والربتكي، وتنتهي إجازات غالب العراقيين بعد الشيخ سلطان بهؤلاء الثلاثة. ثم التقاء هؤلاء العلماء من بغداد، من الدور، من الموصل، وتكوين حلقة علمية نتج عنها ازدهار علم القراءات في الموصل، ولذلك مشيخة القراءة في الموصل في العراق ما زالت
في الموصل، هذا هو سببه. لما؟ لأن شيخ القراء في الموصل أخذ من شيخ القراء العراقيين الشيخ سلطان الجبوري، فاستقر هذا العلم بشكل واضح وأكبر من بغداد في الموصل. يذكر هنا الشيخ الأديب الموصلي المعروف المؤرخ محمد الغلامي عن المرحلة التي درس فيها الشيخ سلطان في المدرسة القادرية، يقول في وصف أدبي: صلصلت أجراس أبياته في الزوراء، أي بغداد، يقصد الشيخ سلطان طبعا، فأرسلت أصواتها إلى مسامع أهل الأدب في الحدباء، أي الموصل، بأحزم مهارة وألطف إشارة وأشد عبارة، فشهدنا بالسداد والفكر الوقاد والشعر المستجاد الذي صارت بيوته بطلب علمه، أي بيوت بغداد وبيوت الموصل بطلب علم سلطان الجبوري، صارت بيوته بطلب علمه ذات العماد. ولم يقتصر الشيخ في تدريسه على مدرسة الشيخ عبد القادر، وإنما كان يدرس العلوم في منزله أيضا، فقد كان يأتيه طلبة العلم إلى منزله، بمعنى أنه لم يكتفي بالتدريس المعروف اليوم، سواء كان في مدرسة الشيخ عبد القادر أو في المدرسة الإسماعيلية أو في مدرسة مرجان، جامع مرجان، وإنما أيضا كان يدرس العلوم في بيته. ولبث سنين طويلة في هذا الموضوع حتى توفي سنة 1138 هجرية 1725 ميلادي، وكانت وفاته في أثناء سفره إلى الحج، فقد نوى الحج مرة أخرى وسافر وتوفي وهو في طريقه إلى مكة. وهنا هو يشابه الشيخ محمد بن عبد الله السويدي الذي توفي أيضا في طريق عودته من الحج ودفن هناك في القصيم في مدينة بريدة في السعودية. فإذا كثير من علماء العراق وعلماء الأمة كانوا يجولون في ذلك الوقت، رغم يعني ضعف حالة الأمن في ذلك الوقت، عدم وجود الطرق الممهدة، صعوبة السفر، ومع ذلك ما كانت تمنعهم العلوم ولا طلب العلوم ولا الرحلة في طلب العلم والحديث تحديدا من السفر، حتى أن بعضهم قد قضى في الطريق. وقد ترك من الأولاد إبراهيم وخليل وحسين، وكان للأخير فقط حسين ذرية استمرت حتى اليوم كما يقول الدكتور عماد، يعني حتى يومنا الحاضر، منهم السيد رشيد والسيد رفعت ولدا هندي الداود ابن سالم ابن محمد ابن وعر ابن حسين مذكور، ومنهم أيضا عبد الكريم ابن بافي. خزانة الكتب أو خزانة كتب الشيخ الجبوري، الشيخ الجبوري كان معنيا بجمع الكتب والعناية بها ونسخ الكتب التي لا يجدها عندهم، بل كان يستعير أحيانا من بعض العلماء عندما لا يستطيع أن ينسخ هذا الكتاب لكبر حجمه أو ما إلى ذلك. واعتنى، وهي نقطة مهمة، أنه ما كان فقط يدرس العلوم، وإنما كان يدرس العلوم ويؤلف ويعتني بإنشاء خزانة لكتبه، وهذه نقطة مهمة جدا. كثير من التراث الذي وصلنا بعد أن ضاع أغلبه بسبب عناية عالم ما بخزانة كتبه أو بإنشاء خزانة للكتب، فقد أنشأ خزانة سماها وكان يسميها الخزانة الجبورية في داره في الكرخ، وقد وجدت مقتنياتها كتب خطية حملت اسم هذه الخزانة، كان حريص يكتب عليها هذه من كتب الخزانة الجبورية، فقد كان حريصا على ذلك. أما مؤلفاته فقد ألف كثيرا في علم القراءات وأصول الفقه والنحو والحديث وربما في علوم أخرى، وقد لقيت مؤلفاته في ذلك الوقت ولا سيما في علم القراءات انتشارا واسعا، فكثرت النسخ في خزان الكتب وعني بها العلماء كما سنرى بعد قليل. من أبرز مؤلفاته ذكرناه قبل قليل، وهو العقود المجوهرة واللآلئ المبتكرة لشرح القواعد المقررة والفوائد المحررة في علم القراءات. نشر هذه الرسالة الشيخ عبد المجيد الخطيب، وكان قد أخذ القراءات بسند يصله بالعالمين عبد الغفور الربتكي وإبراهيم الموصلي عن المؤلف الجبوري. الشيخ عبد المجيد من المعاصرين، سنده في القراءة ينتهي إلى الشيخ سلطان الجبوري عن طريق الربتكي، فعني بهذا الكتاب فحققه. الكتاب الثاني من مؤلفاته والقول المبين في تكبير سنة المكيين، هذا الكتاب توجد نسخة منه في المكتبة الأزهرية في القاهرة، وكتبت بخط الشيخ عبد الغفور ابن عبد الله الربتكي الموصلي تلميذه المتقدم الذكر، ويظهر أن أحد العلماء الموصليين نقلها إلى هناك في أثناء دراسته في الجامع الأزهر،
نسخة واحدة في الجامع الأزهر غير محققة طبعا إلى الآن. رسالة في القراءات مؤرخة في سنة 1118 للهجرة، كتابه قواعد الإعراب غير مطبوع، منه خزانة كانت أو نسخة في خزانة عباس العزاوي، المؤرخ عباس العزاوي رحمه الله. لاحظوا كانت في خزانة كما يقول الدكتور عماد عبد السلام، أين هي الآن؟ لا نعلم. 5 شرح في النحو نوه به عدد من المؤرخين المعاصرين ناقلين من كتاب من مجموع لكمال الدين الغزي. 6 سلم الانتفاع إلى المتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع، هذا كتاب في الحديث وهو كتاب المشهور لابن حجر العسقلاني، هذا ما زال مخطوطا ولا يعلم. 7 حواشي على حاشية القليوبي على شرح الورقات في أصول الفقه للشافعي، وهذا أيضا غير موجود لكن ذكره عبد الله السويدي وقال إنه مما قرأه عليه في أثناء إقامته في الموصل. فعرفنا من هذا أنه لديه حاشية على شرح الورقات، وأن عبد الله السويدي قرأ عليه الحاشية، فالسويدي قرأ عليه الأصول والحديث والرياضيات، وهناك مؤلفات أخرى تركها رحمه الله لم يعثر عليها لحد الآن، ولعل الأيام كما يقول الدكتور عماد في خاتمة كتابه تكشف لنا المزيد من ترجمته وكتبه في المستقبل، ونحسب أن آثاره الباقية تستحق أن تكون موضع عناية الباحثين درسا وتحقيقا، فعسى يتخذ بعض النابهين منها رسائل جامعية لتظهر محققة تحقيقا علميا يفيد القراء والمقرئين ويحيي آثار الصالحين. إلى هنا ينتهي كتاب الدكتور عماد عبد السلام رؤوف. نلخص ما تقدم. علم من أعلام العراق جاء في مرحلة قلت فيها العلوم وندرت، في مرحلة تراجع سياسيين وأمنيين وفكريين واقتصاديين واجتماعيين، فجدد العلوم وبذلها وأنشأ خزانة لكتبه وألف كتبا كثيرة انتشرت في البلاد العربية والإسلامية، ثم درس في عدد من أهم مدارس بغداد المرجانية والقادرية والإسماعيلية فضلا عن بيتي، ثم درس في الموصل، ثم في رحلة طويلة ذهب إلى بلاد الشام ومصر والحجاز، ثم عاد إلى العراق وأصبح شيخ العلماء وشيخ القراء، ووصف بهذا الوصف النادر في العراق في ذلك الوقت، وهو شيخ الإسلام. وجهوده ما زالت إلى الآن من خلال العلماء الذين أخذوا عن تلاميذه ثم عن تلاميذهم ثم عن تلاميذهم إلى الآن، فسلسلة السند روايات العراقيين تنتهي إليه، فهو مجدد العلوم في العراق، والذي بعث في العراقيين هو وغيره من علماء الأمة في ذلك الوقت، منهم الشيخ عبد الله الربتك الذي ذكرناه في زمانهم، ثم جاءت بعده عائلة السويدي، ثم جاءت عائلة الحيادرة، ثم جاءت عائلة الآلوسيين، وهكذا استمرت العلوم في بغداد، وعاد إلى بغداد زهو العلم ولكن على ضعف فيها. لما؟ لهجرة كثير من علمائها بسبب الأحداث الدامية التي جرت في العراق. ولاحظوا إخواني أن الحالة العلمية والثقافية والفكرية مرتبطة ارتباطا كبيرا جدا بالحالة السياسية والاستقرار، فمتى ما عدم الاستقرار قلت هذه العلوم. قد يقول قائل كثير من علماء الأمة برزوا في هذه المراحل، ومنهم الشيخ سلطان، ومنهم ابن تيمية، ومنهم الجويني، ومنهم الغزالي، ومنهم العز بن عبد السلام، ومنهم الشاطبي. قلنا صحيح، ولكن هؤلاء أفراد علماء قدراتهم العلمية كبيرة أتاحت لهم البروز، لكن نحن نتحدث عن المراحل التي كان فيها في كل بلد مئات من العلماء يطلب منهم العلم وتأخذ منهم الإجازة. فإذا حالة الأمن حالة ضرورية، حالة الاستقرار حالة سياسية ضروري جدا. العراق للأسف، وهذا يجيب عن تساؤلات كثير من الناس، كثير من الباحثين والكاتبين، لا يفقهون لا يعلمون خلفية ما جرى في العراق، فيتساءلون أين ذهب العلم والعلماء. نقول لهم العراق لم يستقر من سنة 656 للهجرة 1258 إلى 1541، استقر في وقت استقرار أيضا نسبيا وفيه مشاكل كبيرة جدا ولكن أهون مما تقدم. فإذا هذا الانقطاع عدة قرون أثر تأثيرا كبيرا وجعل كثيرا من علماء العراق يهاجرون، ونشأت بيوتات كبيرة علمية جدا في الشام وفي مصر وفي الحجاز، ثم في نجد بعد ذلك أصولهم من العراق، منهم من عاد أو عاد عقبه بعد ذلك، ومنهم من بقي هناك وأصبح من أبناء تلك البلاد. المهم علماء للأمة، علماء لكل المسلمين، ولكننا في موضع تشخيص أسباب ضعف الحالة العلمية، ومن أبرز علامات هذا الضعف
أن هذا العلم الكبير كثير من طلبة العلم الشرعي في العراق ومنهم أنا إلى قبل مدة قريبة جدا كنا نجهل عنه أشياء كثيرة، نقرأ أحيانا الشيخ سلطان يرد والشيخ عبد الله الربدكي، ولكن لم يتوفر أحد على متابعة حياتي ومن ثم جمع هذا الفتات أو عفوا جمع هذه المعلومات المنتشرة هنا وهناك في كتاب وإظهاره إلا بعد إظهار الكتاب الدكتور عماد عبد السلام روف. فكم من علماء الأمة يحتاجون إلى أن تسلط الأضواء عليهم من أجل اكتشاف بعض الحلقات الغائبة من تاريخنا المعاصر التي ستجيب بلا شك عن كثير من التساؤلات. والقارئ لهذا الكتاب والمستمع لهذه المحاضرة أكيد ستثريه أو سيثريه هذا الكتاب أو سيطرح عليه أسئلة، هذه الأسئلة ممكن أن تفيد في فتح أبواب لكتابات علمية أخرى. وبالمناسبة قبل يومين كان هناك اتصال مع الدكتور عماد عبد السلام رؤوف فقال وجدت معلومات جديدة عن الشيخ سلطان وسأضيفها إن شاء الله في الطبعة الثانية القادمة لهذا الكتاب. هذا ما أردت أن أوصله لكم من باب أولا الإعلام بالشيء، من باب أداء أمانة العلم، من باب أيضا الوفاء لعلم من أعلام العراق والأمة، وأخيرا من باب الوصية بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على أن نتعقب أو نتابع سير هؤلاء الأئمة الأعلام. وأختم، هناك أعلام بيننا الآن لا ينتبه إليهم أحد ولم يكتب عنهم أحد ولم يسأل عنهم أحد، عندما يموت نكتشف أنه كان قريبا عنا على بعد شارع أو حي، وآخرهم قبل أسابيع توفي الدكتور يحيى الجبوري رحمه الله من كبار علماء اللغة والأدب والمحققين العراقيين رحمه، كان هنا في عمان وكتبه ومؤلفاته وتحقيقاته منتشرة في كل أنحاء العالم، فهو من كبار المحققين والكاتبين في تاريخ التراث والكتاب العربي تحديدا. توفي هنا في عمان بعد مرض وسنوات طويلة، أنا شخصيا ما كنت أعرف أنه في عمان، فما بالك يعني أنا أذكر هذه المعلومة لأحث الأخوة على كل من يعرف عالم من علماء العراق المعاصرين في الأردن في تركيا في أي مكان في العالم أن يعطينا معلومة عنه لعله نتصل به نسمع منه نقوم له ببعض الواجب ننشر له كتابا نحقق له مسألة نسمع منه تاريخا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم الشكر الجزيل للدكتور مثنى حارث الضالي على هذه المحاضرة القيمة، ونتقدم الشكر الجزيل للحضور الكريم في هذه الأمسية المباركة، وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.